السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. خمس طرق لا تصدق للحمل. هناك الكثير من الكنايات التي تدل على الكثير من الحالات الغريبة، ومن أهمها إطلاق لقب الأم المستقبلية على الفتيات الحوامل من أجل أن يتجنبوا ذكر حالات الحمل في الحياة الخارجية. وفي مثل هذه الأيام قد لا يأتي الطفل بالطريقة الطبيعية التي نعرفها جميعا، وهناك الكثير من الحالات الغريبة للحمل التي ذكرها الأطباء والعلم. وفي قائمتنا اليوم سوف نذكر لكم خمسة حالات حمل قد لا تصدقوا أنها قد حدثت بهذا الشكل. خلال الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب، قامت إحدى السيدات بإلقاء قصة عن رصاصة قد ربطتها بأحد الجنود إلى الأبد، والذي قد أصابه الدرع في الأعضاء التناسلية الخاصة به. وبعدها مباشرة أصاب المرأة في منطقة الحوض، وأدى هذا إلى انتقال الحيوانات المنوية للجندي إلى رحم هذه المرأة. وبهذه الطريقة تم الخبراء بالقصة، وبعدها أطلقوا العديد من التجارب عن طريق التفتيش عن الحيوانات المنوية على إحدى الرصاصات، وبعدها على قطعة من القماش الفايبر لأحد الفساتين من القرن التاسع عشر، ولم يجدوا ولا حيوان منوي واحد، وهو شيء منطقي باعتبار أن الرصاصة ستكون ساخنة للغاية عندما يتم إطلاقها، مما قد يقتل أي حيوان منوي إن وجد. واحتمالية وجود حمل بعد مثل هذه الإصابة يثير الشكوك. ليست هذه المرة الوحيدة التي تم الخبراء والعلماء بحالات الحمل الغريبة، والقصة التالية غريبة للغاية، والتي تحكي عن حدوث حالة حمل عن طريق أخطبوط. بدأت القصة بموقف عادي عندما ذهبت امرأة إلى المستشفى تشكو من آلام في البطن، وبعد إجراء الفحوصات تبين الطبيب أنها حامل، وتم نقلها إلى قسم الولادة القيصرية، وكانت النتيجة خروج أخطبوط حي إلى الحياة. وقالت هذه السيدة أنها منذ ستة أشهر كانت تغوص في البحر، وقامت ببلع بيضة أخطبوط والذي قد يكون تربى داخل معدتها. وقام العلماء بالتجارب، وكانت النتيجة أنه مهما كانت عدد البيضات التي قد يبتلعها الإنسان، فإن جسم الإنسان لا يعتبر بيئة مثالية من أجل أن يفقس بيض مثل بيض الأخطبوط بداخله، حيث ستموت قبل النضوج بسبب درجة الحرارة المختلفة وغيرها من العوامل التي توفرها الأم لمولودها. أيا كان، عليكم أن تنتبهوا من السباحة في حمامات السباحة، أو قد حدث لكم مثل ما حدث لفتيات المدرسة هؤلاء، حيث قامت إحدى الفتيات بدعوة باقي أصدقائها إلى حفلة سباحة. كان من الصعب أن تتخيل أنها وخمسة عشر فتاة من أصدقائها قد يصبحوا أمهات من بعد الحفلة. وقالوا إن السبب وراء هذه الأمومة الجماعية أن أحد الذكور كان يسبح معهم في نفس الوقت. وفي وقت لاحق قام أحد الأطباء بتشخيص حالته، واتضح أنه مصاب بمرض نادر، وهو النشاط المعزز للحيوانات المنوية، وكان الحمل ممكنا حتى بدون التواصل المباشر، حيث كان يكفي أن تكون الفتيات قريبة منه بما يكفي. والغريب هنا قد يكون بقاء الحيوانات المنوية حية حتى النشط منها في هذه المياه المليئة بالكلور. وقد تكون هذه القصة خرافة ابتدعتها الفتيات من أجل إخفاء حدوث أي تواصل مباشر بينهم وبين الفتيان في المياه. القصة التالية قائمة على تشكيلات شرعية وعلى الطبيعة نفسها. توماس بي هو شخص متحول جنسيا من فتاة، وكان قد بدأ أن يربط نفسه بالذكور في سن العاشرة، ولكنه بدأ العلاج الهرموني من أجل التحويل في سن الثالثة والعشرين. وقبل التحويل كان قد تمكن من أن يصبح في الدور النهائي لمسابقة ملكة جمال هاواي، وحامل للحزام الأسود في لعبة التايكوندو، وأصبحت عملية التحول الجنسي متاحة منذ عام 2002. وبعد إجراء العملية تركوا له أجهزة الإنجاب العضوية سليمة. وبعد العملية قام توماس بتغيير كل الوثائق لكي يثبت انتماءه إلى جنس الذكور، وتمكن من الزواج من صديقته نانسي. أصبحت حياته مظلمة بعدما عرف أن زوجته عقيمة لا تنجب، ولكن بنك الحيوانات المنوية ساعدهم لكي يحصلوا على المولود الذي يحلم به واثنان غيرهم بعدها. هناك قصة أخرى عن فتاة تسمى ليستي مارمادوك، وكانت تعمل في مشرحة. بدأ الجنين يتطور في داخل جسد المرأة، وتم تخيل الأمر على أنه نتيجة تواصل جيني مع رجل حديث الوفاة.
ونتيجة الحمل جعلت كل علماء النفس وعلماء الأحياء يقوم بكل الدراسات الممكنة، ولكن الاستثناء والوعي في مثل هذه الحالات يمنع حدوث مثل هذا النوع من الحمل القائم على التخاريف، حيث أن كل شيء قائم على الافتراضات. وبعد كل هذا فإن الكثير من عمليات الحمل قد تكون غير معروفة مصادرها، وقد تكون هناك الكثير من القصص غير الواقعية بالمرة ولا تمت للواقع بصلة.